طيب خليني هنا بقى هرجع لست النائب المحترم علاء عصام، وهيبقى في عندي حاجتين. علاء، انت دخلت لجنة المحليات كمقرر مساعد، وانا كان في مخيلتي انه علاء هيخش في المحور السياسي تحديدا أحزاب. يا احزاب يا نقابات واتحادات. يعني مع التجمع، طب يروح فين؟ اكيد الحتة دي. لا، وكتابي كان عن الاحزاب. وكتابك يعني عن الاحزاب صحيح. ليه رحت على المحليات ما رحتش على لجنة الأحزاب؟ والله أحيانا يعني هو كان في حالة حوار. شوف، هو الحوار النهاردة يوم كله يدعو للتفاؤل، حتى وأنا بقابل كل زملائي، ولما قابلتك بره ولما قابلت كل زملائنا، الناس كلها متفائلين، الناس كلها سعداء، الناس حاسة إن في حالة تنوع في الحوار الوطني، تنوع بجد. يعني أنت النهاردة كان في ناس بقالها 10 سنين قاعدة في البيت ما بيشتغلوش سياسة، عندهم موقف، النهاردة طلعوا يتكلموا في فيديو، ها، يتكلموا فيها عن الحوار الوطني وعن رؤيتهم للمستقبل. ده معناه ايه؟ ان احنا في طور المرحله الانتقاليه ما بعد 2013 الناس ابتدت تدرك، اللي هم حتى كان نفسهم ضيق شويه وما ادركوش الواقع السياسي اللي احنا عايشين فيه، ان الدوله والتحديات اللي كانت بتقابلها كانت جديه، ان الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المصريه لاستعاده سيناء، للحفاظ على الدوله، لحد انك تحط خط احمر لليبيا، ان انت تكون عندك حزم في المواقف، بقوا مدركين ان لو ما كانش الدولة المصرية عملت ده في ال10 سنين اللي فاتوا كنا هننجر لنفس المخطط اللي هو بدأ من ايام غزو العراق. دي واحد. اتنين، الحقيقة انا حاسس كمان ان الدولة المصرية رغم كل ما يحدث من امور ملتهبة على حدودها في السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيره، بتدي مساحة لكل المعارضين، بتعمل حوار وطني 50% منه من المعارضة و 50% من الأغلبية. وما بحبش المؤيدين، ما بحبش أقول كلمة المؤيدين ولا الموالاة. ليه؟ لأن هي الأغلبية. ما هي الأغلبية إيه؟ ما هم أصحاب القرار في النهاية اللي بيشرعوا القوانين، لكن قصة موالاة دي أنا بعتبرها نوع من المزايدة يعني. لكن نقدر نقول إيه؟ إن إحنا النهاردة في إطار مشروع وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي بنتحاور حول جمهورية جديدة. الميزة في اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو رايح يبني الجمهورية الجديدة ما بيبنهاش بنفسه لوحده، لا، ده بيقول الأحزاب السياسية، نقابات، كل ممثلين الشعب، المجتمع الأهلي، يلا يا جماعة احنا عندنا هدف اسمه بناء الجمهورية الجديدة. يعني ايه جمهورية جديدة؟ جمهورية تعني الحداثة والتنوير. ما احنا خلصنا على جماعة كانت كبسة على نفسنا 80 سنة واكتر من 80 سنة. يبقى إذن نحن نتطلع لإيه؟ لمجتمع الحداثة. 2، جمهورية تحقق العدالة الاجتماعية. طيب هل الكلام دوت ليه أسس؟ مشروع ابدأ في الصناعة ليه أسس؟ حضرتك مشروع 3.5 مليون فدان، في 400,000 فدان اللي تم إضافتهم خلال السنوات الماضية في إصلاح زراعي. أنت النهاردة قدام دولة بتحجم من الاستيراد وبتعمل على زيادة الصادرات عشان الخلل اللي موجود في ميزان المدفوعات. الجمهورية الجديدة هي جمهورية هتقوم بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ليه؟ طالما انا بقى موجود في المحليات هوضح لحضرتك بعض الامور. النهارده لما بنقول تنميه الحياه السياسيه وزياده المشاركه في الانتخابات، هو احنا نقدر يبقى عندنا مشاركه كبيره في الانتخابات وفي حريه وديمقراطيه من غير ثقافه الديمقراطيه؟ ما ده المحور المجتمعي. استحاله. وانا دلوقتي يا فندم نسبه الاميه ونسبه عدم وجود وعي ناحيه اهميه الاحزاب والتعديه الحزبيه ومشار الى الدستور، لو ده مش مترسخ في وجدان الطلاب في المدرسه، انا بتكلمش على ادلاجه حزبيه في المدرسه، بس ما يبقاش في اميه سياسيه بالظبط، ولا ادلاجه حزبيه في الجامعه، مش عاوز ادلاجه خالص جوه اسوار المدرسه. مفيش ادلاجه. انت عاوز تقرا في ايه وتتجه لايه؟ انت حر بالظبط. بس يبقى عارف كم حزب في مصر، تاريخ الاحزاب ايه، مين اهم السياسيين. انا النهارده صعقت ان شاب كان من ضمن الشباب المشاركين عنده 22 سنه مش عارف السيد عمرو موسى. دي كارثه يعني، دي انا اتفاجئت بيها جدا. بس طبعا مصر كلها تعرف عمرو موسى، لكن الولاد في السن ده بسبب ان مفيش ثقافه سياسيه وبوش يتفرجوا على التلفزيون، بقى كل همه الموبايل. ما هو السيد عمرو موسى كان بيظهر لنا فين؟ في التلفزيون، في اللقاءات، جيلي وجيلك وكده كنا بنشوفه في عصر قبل كده وفي ثوره 30 يونيو وفي جبهه الانقاذ. ده شاب صغير كان عنده ساعتها 11 سنه ولا حاجه. فهي القصه قصه وعي. اذا المحور الثقافي في المحور الاجتماعي، اللجنه الثقافيه في المحور الاجتماعي لابد ان يناقش قضايا المحور الاجتماعي بالتوازي مع المحور السياسي والمحور الاقتصادي. طب ثانيه واحده بقى، لو قلنا الاقتصاد اهم، صح، الاقتصاد مهم جدا، هو اهم حاجه في الدنيا، بس النهارده لو ما عندناش رقابه شعبيه منتخبه ومحليات حقيقيه،
اللي بيحصل في دوائرنا كلنا نواب من المحليات امر مزعج. هل هنحافظ على الاقتصاد؟ الاتاوه اللي بتتفرض على المحلات من بعض الموظفين الفسده، ها النهارده لما بنتكلم عن مفيش رقابه شعبيه محليه، هل ده مش هيبقى معيق للاستثمار؟ انا اعرف ناس في محافظات الصعيد عاوزين يستثمروا في بلدهم عشان يا استاذ يوسف ياخدوا موافقه او ترخيص بمشروعهم في المحافظه دي، بيقعدوا سنين مش بيقعدوا شهور. انا اعرف واحد بياخد ترخيص بقاله سنتين. ليه؟ لان القرار النهائي فين؟ عند الديوان. كفايه دواوين بقى يا جماعه، احنا عاوزين لا مركزيه. هذا هو ما سيناقشه الحوار الوطني ولجنه المحليات. حلو. وده لحضرتك موضوعين، قانون الانتخابات المحليه، اتنين اللامركزيه. ليه لامركزيه؟ انا مش متخيل ان في محافظ النهارده بياخد قرار في مستشفى او في مدرسه بيرجع للوزير، حتى لو قرار ان في سيوله عاوز ياخد اجازه للمدرسه، مش ممكن يا جماعه. هذا يعمق من البيروقراطيه، مش ممكن. بس انا هيبقى مهم عندي قوي المحليات ان انا اقدر اوصل فيها الى انجاز، عشان هذا الانجاز نتوافق عليه، ثم فيما بعد ذلك هيلف وهيجي لنا على البرلمان. بس انا هتبقى توصيتي اعملوه بآلية الانتخابات بتاعته، لان انا بتكلم على اكتر من 54,000 كادر طبعاً في مصر. ولازم الانتخابات اظن على حسب فهمي هتتعمل مش على مرحلتين، هي مرحله واحده وقايمه ضروره بس. فيعني عايزين آلية محكمه الى ابعد الحدود، وفي نفس الوقت انا محتاج المحليات، وعاوزين صلاحيات للمحافظين قويه، وفي نفس الوقت رقابه شعبيه. مش هبقى مسرف في ان انا ادي صلاحيات للسلطه التنفيذيه، لان بطبيعتها متجبره، السلطه التنفيذيه في العالم كله، بس في نفس الوقت هديها صلاحيات يعرف ياخد قرار، بس في نفس الوقت في رقابه. طبعا احنا النهارده مين يراقب على المحافظين؟ اعضاء مجلس النواب ما يقدروش يراقبوا على المحافظين. ليه؟ لان انا ليا صفه رقابيه على الوزراء، على الوزير بس.